طيب زيلينسكي الآن يظهر مع وسائل الإعلام الأوكرانية والعالمية ويتحدث عن أنه يجري محادثات هاتفية يومية مع عشرات من الرؤساء حول العالم، كيف ترى تلك التصريحات؟ هل بالفعل تعبر عن دعم عالمي كبير لزيلينسكي في هذه الحرب؟ نعم، لا شك أن الشعب الأوكراني بشكل عام ينتظر تلك التصريحات على فارغ من الصبر، ويحاول يعني بأي طريقة سماع ما يقوله زعيمه أو رئيسه من أجل يعني إعطائه دفعة نوعية من أجل استمرار العمليات العسكرية. كذلك أيضا يرافق كل تلك التصريحات، يقابل تلك التصريحات، هنالك دعم لوجستي، هنالك خطوط إمداد مستمرة، هنالك قطع لخطوط الإمداد بالنسبة للجانب الروسي في حال وصلت بعض خطوط الإمداد إلى بعض النقاط التي تمركز فيها الجيش الروسي. كلها علامات تؤثر على ان المدافع على حق وان المهاجم هو على باطل، وان كل تلك المحاولات لا يمكن ان تنجح في عمليه الاجتياح الشامل كما ترغب روسيا، وكما صرحت روسيا مرارا وتكرارا ان لديها القدره على السيطره على اوكرانيا بشكل كامل في ايام قليله، لكن عمليات الصيد واستخدام الاسلحه المستمر واستخدام اسلحه غير تقليديه او اسلحه كالصواريخ الفرد صوتيه التي يصل يعني سرعتها الى 6 أضعاف الصواريخ كليبر وغيرها من الفئات الأخرى، كلها ألقت ظلالها على حجم المعركة بالنسبة للجانب الروسي وحجم الدفاع بالنسبة للجانب الأوكراني. وكذلك أيضا هشاشة تلك الصواريخ أو الأسلحة التي يستخدمها الجانب الروسي مقابلها أيضا الجانب الأوكراني لديه أسلحة وذخائر مختلفة ربما تفوق تلك القدرات الروسية بعشرات المرات، وبدلالة أن الدبابات الروسية تم يعني قصفها من خلال عفوا استهدافها من خلال مضادات للدروع كطرازات التي ترسل كهيل فاير أو المثيلات هي كذلك أيضا توماهوك وجافلين.